الحمد لله. يعني كما عود النادي الأهلي عندما ينظم أي بطولة إحنا بنبحث عن العلامة الكاملة، والحمد لله نفس الكلام اللي اتقال في بطولة رجال كرة الطائرة أو سيدات كرة الطائرة اتقال النهاردة من مسؤولين رئيس الاتحاد الأفريقي ونائبه وأسنه، وقالوا إن يعني إن ما فيش بطولة نظمت قبل كده على الصعيد الأفريقي بهذه الدقة. يعني أهلا وسهلا بأي بطولات أفريقية أو بطولات عربية أو عالمية على أرض مصر. إحنا بنثبت كل يوم إن مصر بلد الأمن والأمان، وإن النادي الأهلي قادر على تنظيم أي حدث. فعلا هو يعني في مناقشات عشان ننظم بطولة أبطال الدوري زي ما أنت قلت، وإحنا بنرحب طبعا، وطبعا بعد الرجوع لمجلس إدارة النادي الأهلي وعرض الأمر عليه. هو إحنا اتعودنا إن النادي الأهلي هو بيتنا الأول، يعني لما احنا بنبقى من الصباح الباكر وبنروح يعني منتصف الليل كل يوم، يعني مفيش حد بيقول لنا ان احنا نقعد امتى ولا نمشي امتى، ولكن طالما في شغل مطلوب مننا احنا حياتنا النادي الاهلي، والحمد لله. يعني السعاده كلها بتاع المجهود اللي احنا بنعمله ده لما نلاقي في عيون الاخوه الافارقه او المسؤولين نظره احترام وشكر للنادي الاهلي على التنظيم ده بيكفينا وبيعوضنا على اي مجهود احنا بنعمله.